احنا اخر محاضره توقفنا انه لما اوجدنا لابلاس ترانسفورم للديريفاتيف لاف برايم اف دبليو برايم لعند الاف الان. الآن هاي النظرية بيقول لي إنه لابلاس ترانسفورم للفانكشن f of t إذا كانت مضروبة في e قوة a t بتساوي f of s minus a. هاي اسمها النظرية first translation theorem. يعني لما بدي أوجد لابلاس ترانسفورم لحاصل ضرب عندي some function f of t وهاي الفانكشن مضروبة بإكسبوننشال فانكشن، باجي بوجد لابلاس ترانسفورم للf of t اللي هي f of s، وبستبدل كل اس باس ماينس الفا. هاي النظريه الاولى. النظريه الثانيه بتقول لي انه لما بدي اوجد لابلاس ترانسفورم لاف اوف تي مضروبه في بالينوميال تي تو ذا باور ان، هاي عباره عن ماينس 1 قوه ان في المشتقه ان لاف اوف اس. يعني مثلا لو كانت تي قوه 1 وعندي هون فانكشن اف اوف تي، بوجد لابلاس ترانسفورم لاف اوف تي اللي هي اف اوف اس، وباجي بتكون بتساوي ماينس المشتقه الاولى لاف الاس. إذا تربيع بتكون هنا صارت موجبة، إذا المشتقة الثانية لأف الأس. مشان تكون الأمور أوضح بالإكزامبل الأول، مثلا عندي إي قوة ماينس 2 تي ساين 3 تي، فقارنها بهاي النظرية الأولى اللي هي الفيرست ترانسليشن. إذا الأف أوف تي هي ساين 3 تي والإي قوة ألفا تي اللي هي إي قوة ماينس 2 تي، بالتالي ألفا ماينس 2. فبتقول لي النظرية إنه بوجد لابلاس ترانسفورم للساين 3 تي اللي هي 3 على أس تربيع زائد 9، وباجي بستبدل كل اس باس ماينس الفا، يعني اس ماينس ماينس 2 يعني اس بلس 2. اذا باجي على هاي اللي هي لابلاس ترانسفورم ساين 3 تي وبستبدل كل اس باس زائد 2. هاي استبدلت الاس زائد، اذا بتكون لابلاس ترانسفورم للاي قوه ماينس 2 تي في ساين 3 تي هي 3 على اس زائد 2 الكل تربيع زائد 9. اذا كمان مره اف تي هي ساين 3 تي والالفا هي ماينس 2، بنوجد البلاس ترانسفورم للاف اوف تي اللي هي 3 على اس تربيع زائد 9، وبتيجي بعدين بنستبدل كل اس باس زائد 2 اللي هي اس ماينس الفا، يعني اس ماينس ماينس 2 يعني اس بلس 2. فاجينا على هاي، بس عمل شو اللي عملنا؟ استبدلنا اس باس بلس 2. هون بدي البلاس ترانسفورم لتي كوساين اوميجا تي. لاحظ انه هون هاي النظريه الثانيه انه الاف اوف تي مضروبه في تي قوه 1، اذا هاي راح تساوي ماينس دي اوفر دي اس، وماينس اجت من وين؟ ماينس 1 تو ذا باور 1 لانه تي قوه 1، اذا ماينس 1 تو ذا باور 1 اذا ماينس المشتقه الاولى لايش؟ لا لابلاس ترانسفورم لكوساين اوميجا تي اللي هي اس على اس تربيع زائد اوميجا تربيع. ده كمان مره لابلاس ترانسفورم ل كوساين اوميجا تي هي اس على اس تربيع زائد اوميجا تربيع، فبالتالي لابلاس ترانسفورم لحاصل ضرب تي في كوساين اوميجا تي هي المشتقه الاولى لاس على اس تربيع زائد اوميجا تربيع. بنستخدم الريشيو رول، مشتقه البسط في المقام ناقص مشتقه المقام في البسط على المقام تربيع. تطلع معي هذا الجواب. الان لابلاس ترانسفورم لتي قوه ان في اي قوه 2 تي، لا هي تي قوة 5، هي تي قوة 5 هو مقصود تي قوة 5، لا لابلاس ترانسفورم لتي قوة 5 بتساوي 5 فاكتوريال على اس تو ذا باور 6، فهي مضروبة في ايش؟ في اي قوة 2 تي، اذا الفا بتساوي 2. اذا بنيجي على هاي اللي هي 5 فاكتوريال على اس، بنستبدل كل اس باس ناقص 2، هي عملناها استبدلنا الاس باس ناقص 2 بنحصل على لابلاس ترانسفورم لحاصل الضرب. هنا مش ان 5 وهون 5 وهون 5، هذا مش ضروري. طلع هذا رقم 5 تي اي قوه 2 تي ساين 6 تي. طالما انه في بالينوميال بقدر استخدم النظريه الثانيه اللي هي تي قوه ان في اف اوف تي لابلاس ترانسفورم، فبصير
اي قوة 2 تي ساين 6 تي هي الاف اوف تي. فبنيجي بنوجد لابلاس ترانسفورم لاي قوة 2 تي ساين 6 تي بالنظرية الأولى اللي بتقول لي أوجد للساين 6 تي اللي هي 6 على اس تربيع زائد 36، وبنستبدل كل اس باس ماينس 2. هاي استبدلنا كل اس باس ماينس 2 ب لابلاس ترانسفورم. إذن كمان مرة، هاي عندي تي اي قوة 2 تي ساين 6 تي، باجي بعتبر تي يعني بالنظرية الثانية تي قوة 1 في اف اوف تي، الاف اوف تي اللي هي اي قوة 2 تي ساين 6 تي. باجي على النظرية الأولى وبستخدم كيف أوجد اي قوة 2 تي ساين 6 تي. إذا بنوجد لساين 6 تي اللي هي 6 على ساين على اس تربيع زائد 36، ونجي نستبدل كل اس باس ماينس 2. هذا اللي عملناه هنا، استبدلنا كل اس باس ماينس 2. الان بنشتق المشتقه الاولى لهذا المقدار، برضو بستخدم الريشيو رول. هنا تي ساين تربيع، اذا بنستخدم النظريه الثانيه وبنستبدل الساين تربيع، هي اخذناها انها نص ناقص نص كوساين 2 تي، فللنص 1 على 2 اس، ولنص كوساين 2 تي اللي هي نص في اس على اس تربيع زائد 4. وبنيجي بنشتق بالنسبه لاس الناتج، هاي لحال بشتقها وهاي لحال. هاي بشتقتها 1 على 2 اس تربيع، وهاي المشتقه نص اس على اس تربيع زائد 4 هي هون باي ابلاينج ذا ريشيو رول. اذا هاي بنستخدم لها النظريه الاولى الاف اوف تي كوساين جذر 3 تي اللي هي بتساوي اس على اس تربيع زائد جذر 3 تربيع اللي هي 3. بنستبدل كل اس باس ماينس 2، هاي اللي عملناها، استبدلنا الاس اللي فوق اس ماينس 2 والاس اللي تحت باس ماينس 2. فايند ذا انفرس ترانسفورم لابلاس ترانسفورم اوف، نيجي على الاولى 5 على اس زائد 1 تربيع. انت يعني لو اجيت قلت هاي بتشبه ايش؟ بتشبه لانه هون في تربيع، لو كانت اس تربيع بنطلع الخمسه برا، 1 على اس تربيع هي لابلاس ترانسفورم للتي. ففي 5 فوق، اذا الاف اوف تي هي 5 تي. شو لابلاس ترانسفورم ال 5 تي؟ 5 على اس تربيع، بس كون هون عندي اس زائد 1 فمعناته الفا هي عباره عن ماينس 1. فمعناته الانفرس ل 5 على اس زائد 1 تربيع هي اي قوه ماينس تي في 5 تي. يعني لاحظ لو كان مطلوب مني اني اوجد لابلاس ترانسفورم للاي قوه ماينس تي في 5 تي، قلنا بنوجد لابلاس ترانسفورم لل 5 تي وبعدين بنستبدل كل اس باس زائد 1. فلل 5 تي اللي هي 5 على اس تربيع، فبنستبدل كل اس باس زائد 1 بصير 5 على اس زائد 1 لكل تربيع. اذا كمان مره كيف توصلت انها بتساوي هذا المقدار؟ هاي اعتبر يعني قلت لو انها مش زائد 1، لو 5 على اس تربيع فهي لابلاس ترانسفورم لل 5 تي. فلابلاس ترانسفورم لل 5 تي هي 5 على اس تربيع. اذا كانت مضروبه في اي قوه ماينس تي، اذا بنستبدل كل اس باس زائد 1، وهذا اللي صار. اذا لما يكون الانفرس ل 5 على اس زائد 1 تربيع هي اي قوه ماينس تي في 5 تي. هون لاحظ 5 على اس ماينس 2 تربيع زائد 4، اذا هاي بتشبه الساين. بتشبه الساين، كون 4 هون بدي بالبسط يكون 2، مشان لو كانت 2 على اس تربيع زائد 4 بتكون ساين 2 تي، يعني الانفرس لها ساين 2 تي. اذا مطلع الخمسه وبضرب في 2 وبقسم على 2 بصير عندي 5 على 2 ضرب 2 على اس تربيع زائد 1. الان هون عندي اس ماينس 2، اذا بتكون مضروبه في اي قوه 2 تي. اذا الانفرس لهاي هي عباره عن 5 على 2 اي قوه 2 تي ساين 2 تي. هون بنكمل المربع، يعني باجي بعتبر الزائد 5 هي زائد 4 زائد 1، زائد 4 زائد 1. فلو اس تربيع زائد 2 اس زائد 1 هي عباره عن اس زائد 1 تربيع. فهي اس، وهون عندي اس زائد 1 تربيع زائد 4. الان لو كان فوق ممكن اذا قبلها بس ما فهمتهاش اللي فوق 5 على 2 رقم 2. اوكي الان هاي 5 على يعني رقم على اس تربيع زائد رقم هي الساين، مش هيك؟ اه لو مش اس ناقص 2 تربيع، لو اس تربيع
هي ساين، فباجي بقول اوكي خمسة على اس تربيع زائد أربعة اللي هي عبارة عن خمسة على اثنين ضرب اثنين على اس تربيع زائد أربعة، مشان تكون بس. الانفرس لهاي هو ساين، ساين اثنين تي الانفرس لهاي. الاف تي معناته عندي هي خمسة على اثنين ساين اثنين تي اللي هي هاي. فكون هون عندي انا بالسؤال اللي بدي اوجد له انفرس، بدل الاس في عندي اس ماينس 2، معناته مضروبه في الاف اوف تي مضروبه في اي قوه 2 تي، لانه استبدلت الاس باس ماينس 2، معناته صحيح. بالفانكشن بتكون مضروبه في اي قوه 2 تي، فمعناته الانفرس لهاي اللي هون هي اللي هي هاي نفسها مضروبه في اي قوه 2، هاي اللي هي 5 على 2 ساين 2 تي مضروبه في اي قوه 2 تي. هاي هون اس فوق وتحت في اس تربيع زائد، اذا هي تشبه الكوساين بس في عندي هون 2 اس، لو كان عندي زائد واحد بدل زائد خمسة بتصير تحت اس زائد زائد واحد الكل تربيع، فاجينا قلنا خمسة خلينا نعتبرها زائد واحد زائد أربعة، لما الاس تربيع زائد اثنين اس زائد واحد اللي هي اس زائد واحد الكل تربيع، قديش بيظل الأربعة؟ اذا هاي صارت هي نفسها اس على أس زائد واحد الكل تربيع زائد أربعة. الآن كون هون في أس زائد واحد بدي بالبسط يكون أس زائد واحد، فباجي بعتبر الأس هي عبارة عن أس زائد واحد ماينس واحد زي ما عملت هون، أس زائد واحد ماينس واحد، وبوزع أس زائد واحد على أس زائد واحد تربيع زائد أربعة ماينس واحد على أس زائد واحد تربيع زائد أربعة. والآن هاي الإنفرس، هاي الأولى اللي هي أس زائد واحد على أس زائد واحد تربيع زائد أربعة اللي هي كوساين 2 تي مضروبة في اي قوة ماينس تي لأنها اس زائد واحد، يعني بدل الاس اس زائد واحد إذا مضروبة في اي قوة ماينس تي، ولو كانت اس على اس تربيع زائد أربعة اللي هي كوساين 2 تي. الآن الثانية اللي هي ناقص واحد على اس زائد واحد تربيع زائد أربعة، هاي لو كان فوق في اثنين بتكون اي قوة ماينس تي في ساين 2 تي، بنضرب في اثنين ونقسم على اثنين بصير ناقص نص في اي قوة ماينس تي ساين 2 تي. اللي بعدها 2 اس زائد 3 على اس تربيع ماينس 2 اس بلس 2، نفس الاشي هنا بعتبر هاي زائد 2 هي عبارة عن زائد 1 زائد 1، الاس تربيع ماينس 2 اس زائد 1 هي عبارة عن اس ماينس 1 تربيع زائد 1، والبسط زي ما هو 2 اس زائد 1. الان بدي فوق يكون ايش في عندي اس زائد 1، بدي اكون عندي فوق اس ماينس 1 زي هاي اللي تحت، فطلعنا الاثنين عامل مشترك بشو بضل جوا اس ماينس 1 بلس 1. لاحظ اذا ضربنا الاثنين جوا بصير 2s ماينس 2 بلس 4 ماينس 2 هاي ماينس 2 بلس 4 وهون زائد 3، يعني كانه طرحنا 2 وزدنا 2 وهي الثلاث اللي هون، فهي عباره عن 2 في اس ماينس 1 شو بضل زائد 2 زائد 3 هي الاثنين في الواحد اثنين والثلاث ثلاث، اذا بصير اثنين في اس ناقص واحد على اس ناقص واحد تربيع زائد واحد، هاي اثنين زائد ثلاث خمسة، باجي بوزع اثنين في اس ناقص واحد على اس ناقص واحد تربيع زائد هيا، والخمسة على اس ماينس ون الكل تربيع زائد واحد هيا. هسا هاي الاولى اثنين برا بتكون كوساين تي ومضروبة في اي قوة تي لانه هون اس ماينس ون، وهاي الخمسة برا بتكون ساين تي مضروبة في اي قوة تي لان كل اس استبدلت باس ماينس 1. ثمانية على اس ماينس لو عملت لها بارشل بالف لو ايش؟ عملت لها بارشل فراكشن. بارشل فراكشن لا ما بنفع. ما بنفع لا. يعني بدي اجيبها على صيغه من اللي من الصيغ اللي بعرفهم، فالبارشل فراكشن بيطلع يطلع معك صيغه ما بنعرفها، انا بدي اجيب يعني هاي لما انا سالتك شو الانفرس لهاي صح؟ انت طلعت عليها وطلعت على الجدول وعلى ذاكرتك ما في إشي على هاي الصوره صح؟ فانا الان كل هاي الديتيلز اللي عملناها ان جبناها على صوره بنعرفها زي هاي الصوره وهاي الصوره، هذول الصور بعرفهم، فانت لما تعمل بارشل فراكشن ممكن برضو تغيرها لصوره ثانيه برضو ما بنعرف شو الانفرس لها. الان
هاي عندي 8 على اس ناقص 7 قوه 5. لاحظ لو كانت اس قوه 5 بتكون لابلاس ترانسفورم للتي قوه 4، لانه شو لابلاس ترانسفورم للتي قوه 4؟ 4 فاكتوريال على اس قوه 5. هاي يعني فوق لاحظ ابصر بتكون بعيده هسه، لابلاس ترانسفورم للتي قوه ان بتساوي ان فاكتوريال على اس قوه ان زائد 1. فلابلاس ترانسفورم للتي قوه 4 بتساوي 4 فاكتوريال على اس قوه 5. فالان هون الاس مستبدل باس ناقص 7. ف بدي قديش هي ال 4 فاكتوريال اللي هي كم؟ 4 في 3 12 في 2 24، اللي هي 24 ال 4 فاكتوريال. صح؟ وهون عندي 8 انا، فكاني بدي اضرب الثمانية في 3 مشان يصير 24، فبضرب في 3 وبقسم على 3. ضربنا في 3 بصير 24 اللي هي 4 فاكتوريال، وقسمنا على 3. فالان صار عندي 24 اللي هي 4 فاكتوريال، وتحت 5 ناقص 7 قوة 5. فمعناته هاي لابلاس ترانسفورم لا التي قوة 4 في اي قوة 7 تي. هاي الثلث اي قوة 7 تي في تي قوة 4. رقم 6 2S على S تربيع ماينس 4 S زائد 3. الآن كيف بدي أكملها هاي اللي هي S تربيع ماينس 4 S اللي هي S ناقص 2 لكل تربيع، شو بتساوي؟ S تربيع ناقص 4 S زائد 4، وأنا عندي هون بس زائد 3 زائد 3، فبجي بطرح 1 كمان مرة. ال S ناقص 2 لكل تربيع هي عبارة عن S تربيع ناقص 4 S زائد 4 هاي، فمشان ترجع زي هاي يكون زائد 3 باجي بطرح 1، والبسط زي ما هو. الآن صار عندي S ماينس 2 يعني وكأنه فانكشن كوساين، هاي اللي هي لو كانت 2S على هاي كوساين، والكونستنت على هاي اللي هو ساين. فكون عندي تحت S ماينس 2 يعني كأنها الكوساين مضروبة في اي قوة 2 تي. الآن فوق بدي يكون S ماينس 2 زي ما عملنا فوق، طلعنا الاثنين عامل مشترك، هاي S ماينس 2 بلس 2. فالآن هاي 2 في 2 4 ماينس 1، فبصير عندي هون S ماينس 2 2 في S ماينس 2 هيها، و2 في 2 4 4 ناقص 1 3. فبيجي بنوزع الآن 2 S ماينس 2 على S ماينس 2 لكل تربيع ناقص 1 زائد 3 على S ماينس 2 لكل تربيع ماينس 1. هاي الأولى طلع الاثنين برا، فهي عبارة عن كوساين تي، كوساين هاي هون ماينس الإشارة، كوساين هايبربوليك تي مضروبة في اي قوة 2 تي، وهون برضو ماينس، إذا ساين هايبربوليك طلع الثلاثة برا، بضل واحد على اس ماينس 2 كل تربيع ماينس 1 اللي هي ساين هايبربوليك تي. الفرق بين الساين والكوساين إنه الإشارة هون ماينس. اس ماينس 2 على اس تربيع زائد 2 اس زائد 10. اوكي لو هون بكون عندي اس تربيع زائد 2 اس زائد 1 اللي هي اس زائد 1 لكل تربيع. فكون اضفنا 1 وهن عندي انا اوريدي 10 اذا بضل 9. في عندي فوق هون اس زائد 1 بدي فوق يكون اس زائد 1، فباجي بحط اس زائد 1، كونه هون كان ناقص 2 بصير ايش؟ ناقص 3 لاني ضفت 1. وزع هاي على هاي ناقص 3 على هاي. الاولى هاي هي عبارة هون لاحظ 9 يعني الـ A 3، إذا بيكون كوساين 3 تي مضروبة في اي قوة ماينس تي لأنها S زائد 1، وهاي هون 3 موجودة هون 9، إذا على طول ماينس اي قوة ماينس تي ساين 3 تي. الموضوع شوي يعني بس ركز شوية بهذول النظر، يعني أنا بس حكيت عن هذول النظريتين. انه اذا بدي اوجد لابلاس ترانسفورم لسم فانكشن اوف تي مضروبه باكسبوننشال، نيجي بنوجد لابلاس ترانسفورم للاف وبستبدل بهاي الاس بالاف اوف اس، كل اس باس ماينس الفا. ولما بدي اوجد لابلاس ترانسفورم لسم اف اوف تي مضروبه في بولينوميال تو ذا باور ان، هو عباره عن المشتقه ان لاس لاف الاس ومسبوق باشاره
إما سالب أو موجب بالاعتماد على الدجري. إذا فردي سالب وإذا زوجي موجب بيكون المشتقة هاي. إذا مثلا تي قوة 5 في اف تي بوجد لابلاس ترانس اللي هي اف الاس وبوجد المشتقة المشتقة الخامسة ل اف تي وبتكون إشارة سالبة لأنها فردية. إذا هاي كل الإكزامبل اللي أخذناها هاو تو أبلاي ذيس تو ثيورمز. بكفي اليوم. تفضلوا اسألوا. يوم الاثنين الجاي إن شاء الله بتكون بجاوب على أسئلتكم. إن شاء الله. يعطيكم العافية ومع السلامة. السلام عليكم.